هكذا تبدو الشونة الحديثة، مغطاة ومزودة بوحدة فرز ومعالجة وتجفيف وتعبئة قبل التخزين. وهكذا كانت الحال في الشونات الترابية التقليدية التي بحت حناجر الخبراء مطالبة بتطويرها لأنها سبب في فقد ما يزيد على ثلث المخزون من القمح المصري. ما تراه في الشون اليوم هو نسبة خسارة ما بين 30 و40% بسبب القوارض والحشرات والطيور، وأيضا بسبب التعرض للعوامل الجوية. فقمنا بدراسة هذه الأسباب وصممنا نظاما مناسبا لمصر. الحكومة المصرية بصفتها أكبر مستورد للقمح وضعت مغريات للمزارعين لزراعة الأصناف المحلية، ونجحت بالفعل في استقبال 5.2 مليون طن مقارنة ب 3.8 مليون طن الموسم الماضي. اولا ان احنا اعلنا عن سعر التوريد بدري جدا، فكل واحد خد وضعه وقرر ان هو يزرع وينتج. نمرة اتنين ان السعر اللي محطوط اعلى من السعر العالمي بنسبة كبيرة، فكانت مغرية جدا. نمرة تلاتة ودي الاهم جدا، ان منظومة العيش اللي اتطبقت شجعت المزارع الصغير الغلبان اللي كان بيزرع مساحات صغيرة ان هو يسلم القمح بتاعه، لانه بقى ضامن انه يعرف يجيب عيش مدعم. ينتظر أن يوفر نظام التخزين الجديد لمصر نحو 200 مليون دولار سنويا بتقليل الهدر إلى 5%، وبالتالي تقليل الاستيراد. وفي الوقت نفسه سيرتفع ما رصدته القاهرة لشراء القمح المحلي من 1.3 مليار دولار إلى قرابة المليارين من الدولارات نتيجة إقبال المزارعين على التوريد. تامر نصرت، العربية، الإسكندرية.